مرة قرفتني في عيش تقطع الحريم واللي خلفوه، يقطع الحريم وسنينها. عاوز اجهز البيت، عاوز اجهز. فضلت لما مضتنا على شيكات عند الرجل وانا ماكل بالع، يقطع الحريم ويقطع سنينها السمرة. وان السنين ملهاش دعوة، هي حريم عاوز اقطع رقابها. ده قارف، ده قارف يا ناس، واحد مل ده قارف. ايش قال معالج، ايش طقم صيني، ايش طقم ياباني، لما خربت بيتي اللي جابوه. عليك جاهز يعني الواخ، ما تجيب على قدين. انا مش عارف ندفع منين، انا الستين الف بتاع الراجل ده دفعها منين؟ ايه 200 قال معلقة؟ طب ده انا فارين في البيت، ده حتى ربنا قطع حماتها وحماها، تجيب لي ب 200 معلقة؟ ما كفاية 10 معالق، 15، وش مش عارف ايه يتلبس مش عارف فين، وش طقم ايه وحلت ايه. ده غلب، ده الواحد قرف. 200 قال عباية، 350 مش عارف ايه الخياطة. طبعا لما جايب عبايات عليه الخياطة تاخد لها 700 جنيه ولا 800 جنيه. ده قرف يا اخي، ده قرف، ده الواحد زيك. تخلينا نمشي نكلم روحنا كيه، ده هي تقطع العرايس على اللي عاوزين يتجوزوا كله. ده بالة طقم، قال صيني، قال انا ده عم نطبخ عجال، وطقم سيراميك، وطقم مش عارف ابصر ايه. لما خلوني طلعت من هدومي. ده بلا واحد يمشي يكلم روحه كده. ايه يا بابا، ايه قد مالك؟ قاعد عايز ايه من ابا وخارة؟ الراجل بتاع الشيكات مستنيك برا، الام بهدلتني. ليه؟ هي جابت منه حاجات. ايوه جابت منه حاجات تانية. ايوه روح قول لابويا مشي نمشي، قول لابويا مشي نجي، قول لابويا مشينا. اهلا الحاج مصطفى، تعال تعال، لسه بقول الوقت روح هات تعال. وعليكم وبركات ابو عمر. لك حق الصف، تعال اتفضل اتفضل، تعال اهي تعال انا اقعد هنا. لا لسه ما اقول للوقت روح هات، ما انا سامعك. ده انا مشكل فيك والله، كتر خيرك صبر. زي بعض الاربع اشهر ما قدرتش ادفع، ما في الشهر اللي فاتوا دول، معلش. زي بعض ام عمر، بس مضي 3 شيكات، كل شيك منهم ب 150 الف. دي يعني قالت لي 60 الف بس، بالتستيك كلب ده. دول الوقت ب 450. ليه جايب ايه؟ اقول لك انا جايب ايه؟ جايب غسلتين. ليه يا عم؟ وتلشتين. دي وقعت ابوها سودة. وبتجازين من ابو ست عيون ده، اللي كان فيه ابو خمسة وبقفوه بستة، الوقت ست عيون. واخدة مني 150 عباية، واخدة 20 بطانية. ليه؟ واخدة مني فوق 50 قميص ولا 150 قميص. واخدة حياة داخلية ما اقدرش اقول لك عليه. واخدة كرتونتين كي، واخدة ثلاث غسالات صغيرين للاطفال، واخدة غسالتين من السحور. انا مش عايز اقول لك الحياة التانية اللي واخدها لها. هي ماضية هي على الشيكات، ماضية هي واسمها. لا روح احبس، انا جيت لك انت قلت ارد عليه. لا ما ترد، ما ترد، ترد عليها كيف؟ وترد عليك انت يعني عشان ما احبسهاش. لا احبس يا عم، هيبقى غلط يعني ابيع الجراط اللي قاعد فيه عشان اسدد لك. انا يا عم انا صبرت العلاقي بما فيه الكفايه. الوقت ابيع انا الجراط ده، تبيع الجراط، تبيع الحماره بتاعتك، انا ماليش دعوه، انا عايز فلوس عشان راجل شغال في السوق. ملفف العمه فوق راسك قد كده وانت ما بتعرفش حياه.
انا اعمل ايه؟ طيب انا قلت جايبه ب50,000 60,000 بس. يعني المره تجيبه انت ما تعرفش حاجه؟ اعمل ايه؟ طيب حاطط لي لويتين فوق راسك بالكد؟ اعمل ايه؟ طيب انا ما رضيتش اروح اشكي عشان خاطرك انت. بنت 60 الكلب دي لما اروح لها. انت تروح تقعد، انا عاوز فلوس الوقت. يعني انا اجيب لك منين؟ ابيع انا الجراد ده عشان ترتاح لا اروح اشكيها. روح بس. مش الفشخره بتاعتكم، مش الفشخره الكدابه. انا اعمل ايه؟ طب يا ريت عشنا زي ايام زمان. ده انا اجيب لها حصيره نمنع عليها. حصيره ده واخده مني يا عم فوق ال100. وجبنا بابور من ابو كباس ده. وال150 مفرش بتاع السر راح فين؟ ما شفتش انت واحد نمت عليه حتى؟ ولا اقول لك ده خرب بيت ابويا انا عشان خاطر البت والخره. يعني لو اختار انا راح اشكي يعني؟ دي لسه واحد كنت بايع جاموسة ب10,000 جنيه خدتها مني. جيت له عشان اجيب لي البيت. يعني الفلوس اللي واخده بقى كله البيت، كله البيت، ما فيش حاجه في البيت ليك انت. اقول اديك شايف اللي لابس ده. انا ما ناكل بلا. اديك شفت. انا راح اشكي، انا راح اشكي، انا عايز فلوس الوقت. لا روح اشكيها، مش هي اللي مطلع الاسواق. هي اللي مطلع. انا مضيت يا ما انت بس ده مرتك مش هتدفع انت؟ لا لا مش هتدفع. يقطع مرتي واللي جابه مرتي كله. يعني مش هتدفع؟ لا في 60 دقيقة من هنا. روح يا عم. ها ده جارك اللي خليتها حبسوك انت. ما انا ما اتحبس، انا ماضي على وصلها. بس يا عم روح اتكل على الله.